جاي لك الحلقه دي وش في الارض. انا عارف بعد دريم تيم الجوله اللي فاتت والغلطات اللي كانت فيه، بس مش مهم، عدينا واحده وفي قبلها كانت حاجه كويسه. تعالى كده نبص على الجوله اللي جايه والدورات الكتير اللي اتعلنت في الجوله 36 و37. ازيكم يا شباب واهلا بيكم في حلقه جديده وحطها في الجول يا ضياء والفانتزي مع في الجول. الجوله دي هي جوله عاديه ما فيهاش بلانك، ما فيهاش دوبل، ما فيهاش اي حاجه من الخزعبلات اللي كنا عايشين فيها الكام جوله اللي فاتت، وهي فرصه ان احنا نناقش الجوله بطريقه عاديه جدا. البريمير ليج اعلن عن ماتشات الدوبل في الجوله 36 وفي الجوله 37. في 10 فرق هتلعب دوبل في الجوله 36، من 4 ل 6 فرق هيلعبوا دوبل في الجوله 37، وارد كمان يضاف ماتش زياده حسب مباريات الكاس، يا يعني اما في الجوله 35 كريستال باس واستون فيلا، او هيبقى في الجوله 37 ومعاك كمان ماتش مانشستر سيتي وولفرهامبتون، يا يعني في الجوله 36 او في الجوله 37. هتوقف ده على حسب ماتشات نص نهائي الكاس. الحلقه دي هنتكلم فيها بشكل سريع عن تخطيطك للفتره اللي جايه وهنعمل ايه في الجوله اللي جايه، وتعالى نبدا كده على طول بالمراجعه النهائيه. اول واهم نصيحه للجوله اللي جايه ان انت ما تجريش من دلوقتي للدبل. هتبص عليه وتحاول تخطط ازاي تلعب كده جوله في جوله في تغييراتك عشان تحاول ان انت تظبط احسن فريق ممكن لجوله الدبل دي، بس ما تلغيش الجولات اللي جايه مقابل ان انت تبص على الدبل، عشان لسه في جوله 32 ليفربول بيلعب السيتي، وده معناه ان صلاح عنده ماتش صعب وبالتالي اوبشن الكابتنه هيختلف ما بين ناس كتيره. عندك الجوله 33 فيها دبل للثمان فرق سواء تستعمل فريت او لا، فهي فرصه اكتر ان انت تظبط نقطك. عندك الجوله 34 و 35 وارد نشوف فيهم دبلات صغيره حسب نتائج ماتشات الكاس، الماتشين ثلاثه اللي فاضلين لسه ما اتعلنش اوقاتهم، فكل الحاجات دي هي فرصه ان انت تظبط ترتيبك، فما تهملهاش في مقابل ان انت تبص على الجوله 36 و37. عندك 10 فرق او 12 في الجوله 36 هيبقوا دبل، وده معناه ان اكتر من نص الدوري في دبل، فحتى لو انت فريقك انت مش راضي عنه 100% هتلاقي عدد مقبول جدا من اللعيبه في الجوله 36 بيلعبوا دبل جيم ويك، فمن غير ما تتسرع وتجري على اللعيبه مستوى كويس دلوقتي، لان مستوى اللعيبه في الفتره دي بيتغير ما بين جوله والثانيه، اللي كويس الجوله دي هتلاقيه بيقلب الجوله اللي بعدها. طبعا الكلام ده بعيد عن اللعيبه البريميوم او اللعيبه اللي انت واثق ان هم دايما بيقدموا موسم كامل كويس مش فترة صغيرة بس. الحاجة التانية هي انا هستعمل الشباب بتاعتي امتى؟ فري هيت والوايلد كارد والبنش بوست. لو انت معاك الوايلد كارد لحد دلوقتي ففي رأيي ان انت عندك اوبشن من اتنين، يا الجولة 32 قبل الدبل اللي جاي اللي هي الجولة اللي هتبدأ دي، يا اما الجولة 34. انا شخصيا بميل للجولة 34، ليه؟ لان الدبل بتاع الجولة 33 ما فيهوش اغراءات كتيرة، عموما هي حاجات بسيطة، يعني تلات اربع لعيبة بالكتير ممكن تعمل تغييرات حتى بماينس 8 تقدر يكونوا في فريقك وساعتها تبقى انت متأمن تماما. بيرنلي، ساوثهامبتون، برايتون، الفرقه دي كلها اغلبها انت ما تبصش لحد فيها، يمكن بوب على اعتبار ان هو حارس بيصد كتير وعنده كذا دبل فممكن يفيدك بعد كده. في ارسنال اغلبنا عنده ساكا، في ليستر بتختار واحد يا بارنز يا ماديسون وتراهن عليه، في نيوكاسل لو ما جبتش لعيب من نيوكاسل عادي ولكنه في النهايه هيبقى ريسك، فمش شايف حاجه فيهم مغريه تبني عليها وايلد كارد، لان انت لو بنيت عليها وايلد كارد هتتاثر بيه قدام، فالافضل في رايي تبني الوايلد كارد بتاعك في الجوله 34. البنش بوست بديهيا في الجوله 36، ليه؟ عشان هي اكبر جوله فيها دبل في الموسم، فاكبر جوله تقدر تطلع منها 15 لعيب من غير ما اللعيبه تدخل في بعض ويكونوا هيلعبوا بعض ويعمل لك مشكله في النقط وتلعب بيها البنش بوست. الفريق دلوقتي النقاش عليها مقسوم اربع جولات، الجوله 33 36 37 و38 الاخيره، حتى لو هي سنجل بس هيكون فيها ماتشات مغريه تلعب عليها. انا هحط خيار الجوله 38 ده الخيار الاخير بالنسبه لي بصراحه. عندي ثلاث خيارات تانيين، لو انا ما عنديش بنش بوست فالجوله 36 تدخل في الحسابات بقوه حسب كمان السيتي هيكون دبل فيها ولا لا، ليفربول بيلعب فيها دبل، فبالتالي لو انت لسه الدوري ما اتحسمش فهيبقى الاثنين نازلين عايزين يحققوا اكبر مكسب ممكن منها، وبالتالي ساعتها هم مع باقي الفرق يخلوك تحط الفريهيت. لو انا بلعب بنش بوست في الجوله 36 يبقى في رايي الفريهيت ما بين ال 33 وال 37. انا هميل لل 37، ليه؟ الجوله 33 ما فيهاش لعيبه مغريه في رايي خالص، ساكا، بارنز او ماديسون، فريزر، سام ماكسيمان لو انت هتاخد بي ريسك، بوب، كلها لعيبه ممكن تجيب منها 2 3 لو انت اصلا اوريدي ما عندكش منهم، بماينس 4 بماينس 8 وقصتك انتهت، مش محتاجه كل الهري ده. في ال 37 هيبقى عندك اكتر من تريك، يعني تشيلسي هيلعب دبل، بس خلي بالك ان هو هيلعب حد وثلاث وخميس، فلو هو لسه في دوري الابطال او صعد لنهائي الكاس هيبقى فيه اكيد روتيشن، هيبقى عندك دبل كويس لاستون فيلا،
عندك دبل لليستر سيتي. فالحاجات دي ممكن ساعتها حسب الموقف اللي هيتحدد في دوري الابطال والدوري الاوروبي ودوري المؤتمر تقدر انت تطلع حاجه احسن من ده. كمان سيتي حسب نتيجه ماتش الكاس لو الدبل بتاعه بقى في الجوله 37 فدي فرصه احسن ان انت تدور على لعيبه. وسام لو الدوري كمان ما اتحسمش فتقدر ساعتها تجيب 3 لعيبه من السيتي وهيكونوا نازلين بكل قوتهم في الماتشات عشان يحافظوا على لقب الدوري. الجوله 33 مش مغريه بالنسبه لي للفري هيت، ولو انا عندي لسه فري هيت هاجلها الجوله 37 او حتى 36 لو انا لعبت البنش بوست، يكون واحد من الجولتين دول خيار احسن. الفرق اللي بتلعب في المشاركات الاوروبيه يعني ليفربول وسيتي ما زالوا في دور الابطال عندهم المنافسه على الدوري، فانت متوقع مش عايز اقول لك روتيشن بمعنى الروتيشن، ولكن يعني الدقائق هتبقى اقل. هيبداوا ازاي يديروا دقائق اللعيبه دي؟ زي ما شفنا صلاح بيخرج بدري في ماتش دور الابطال هو ماني بتاع بنفيكا، هتشوف يلعب 60 65 لما ماتش يتحسم هيشيله عشان دايما يحاول يوفر جهد لعبته للفتره المهمه. فدي حاجه لازم تخليها في بالك، وان كان الاثنين مش هيبقى فيه روتيشن كبير بالذات الاسماء الثقيله عشان المنافسه على لقب الدوري. الوضع مختلف تماما عن الثلاثه التانيين، تشيلسي وويستهام وليستر سيتي، بالذات تشيلسي. تشيلسي يعني ممكن لو خسر ماتش ولا حاجه كمان ينزل في خلافات التوب فور، بس اعتقد هو مش هيخش الخناقه دي. فلو هو دخلها تمام هنبدا بقى نعكس كلامنا، لكن لحد ما ده يحصل فهو الفرقه لا هيبقى تاني وبعيد سيكا عن الرابع، وعنده كاس الاتحاد بينافس فيه لاعب كريستال بالاس فهو مرشح يوصل فاينل، وعنده دوري ابطال اوروبا وسكته مش سهله خالص الحقيقه، بيلعب ريال مدريد ولو كسب هيلعب بعد كده غالبا مانشستر سيتي ليتفوق ذهابا على اتلتيكو مدريد. فبالتالي قصه تشيلسي صعبه، فتوقع دايما ان انت تشوف روتيشن بالذات للعيبه اللي هي ملهاش بديل او اللي عندها مشكله اصابات. يترأسهم ريس جيمس وكاي هافرتس، الاثنين دول متوقع جدا نشوف لهم روتيشن، فممكن ساعتها تحاول تبص على لعيبه ثانيه مختلفه زي حكيم زياش مثلا، مش ناس كتير قوي بصاله ولكنه ممكن ياخد دقايق اكتر في اللي جاي، ميسون ماونت شويه، حد زي بوليسيتش حتى لو هو ما استمر من غير اصابه يعني يبقى كويس، روديجر عنده نسبه لعب ماتشات اعلى، تشالوبا كمان ممكن يبقى عنده نسبه ماتش لعب ماتشات اعلى الفتره اللي جايه مع تشيلسي، وستهام عباره عن جارو بوين. في ليستر سيتي لحد الدبل اللي هو 36 و37 ولا تشوف روتيشن، وده هيبقى شيء منطقي جدا. فخلي دايما اتجاهك او اللي انت بتفكر فيه شمايكل لانه حارس مضمون، واحد من بارنز او ماديسون وهو وحظه يعني خلاص ارضى انت جبت واحد فيهم، فهو لو عنده 11 ماتش او 10 ماتشات فاضلين لو لعب لك 8 فده قشطه تمام وهيجيب لك فيه عدد نقط كويس. نفس الكلام بالمناسبه ينطبق على كاي هافرتس، لو انت اوريدي جبته خلاص انا بالنسبه لي اكمل بيه، ولو هو عنده 10 ماتشات لعب منهم 8 انا هبقى راضي وهو يقدر يجيب نقط في الماتشات دي. حاجه ثانيه مهمه وهي التنقل ما بين البيج هيترز في الكام جوله اللي جايين. الفترة اللي جاية هي آخر فترة في الموسم وهي فترة دايما بتبقى حاسمة، المركز اللي انت بتاخده او التقدم اللي انت بتقدمه وارد جدا تحافظ عليه. مش كل اللعيبة بقى الاسعار ونبدا نهتم بالحق ده فلان سعره زاد 2 من 10 فلو بعته مش هعرف ارجعه او هخسر فيه او كل الكلام ده، لا انت عندك فتره قصيره بتلعب على شورت تيرم 7-8 جولات لازم تخطف فيهم حاجه عشان تحسن مركزك. فبالنسبه لي التنقل ما بين البيج هيترز ده شيء منطقي جدا، تنقل ما بين صلاح لبرونو، من برونو لسون، كين يبقى رونالدو وبعد رونالدو يرجع يبقى حد تاني، دي بروين طبعا في الحسابات الفتره اللي جايه، فكل دي حاجات يعني مقبوله جدا. انت في الاخر حاول دايما تخطف وتجري من الاخر، قصه الفقره بتاعت تخطف واجري ده كلنا هيبقى عايزين نخطف ونجري بالذات في البيج هيترز. البيج هيتر اللي انت شايفه مستوى اقل او هو عنده مشكله الفتره دي فلا عادي يقدر تتباع ويشوف حد مكانه، حد عنده ماتشين صعبين ورا بعض تبدله بحد عنده ماتشين سهلين ورا بعض وبعد كده ترجع تجيب حد تاني مكانه. فدايما اللفه دي تبدا تمشي بالقصه دي عشان احنا في نهايه الموسم. اخر حاجه قبل ما ندخل على اخطف واجري هي المقارنه ما بين جوتا ولويس دياز. الناس دايما دلوقتي بدات تبص على ان الاثنين دول سعرهم اقل من صلاح 4 و4.5 مليون كمان، ويقدر يديني نقط قريبه من نقط صلاح، فليه لا ما اروحش اجيبه يمكن ساعات كمان يتفوق عليه في ماتشات. انا بالنسبه لي القصه اللي احنا عملناها مع سونو وكلوسوفسكي في فرق السعر ما بينهم ما تنفعش مع جوتا ودياز. انا عندي اثنين ان فورم، الاثنين كويسين، الاثنين هياخدوا من دقيقه بعض، وارد يلعب جوتا في القلب ودياز شمال ويريح ماني او يبقى حد فيهم يمين ويريح صلاح، بس ده مش هيحصل كتير ودايما الاثنين هياكلوا من دقائق بعض، فدي اللي مخلياني ما اروحش لا لجوتا ولا لدياز. ممكن اجرب في ماتش حسب اشوف فورمه فلان، حاله فلان، انا عارف ان هو مثلا كان بيلعب نص الاسبوع لعب جوتا فيبقى وارد في الاخر الاسبوع في الويك اند يلعب دياز، فساعتها ماشي، لكن على لونج تيرم او على 4-5 جولات انا ممكن ما اخدش منهم ماتشات كتير. تعالى بقى نروح للعيبه تقدر تخطف كده وتجري. الجوله اللي جايه عموما هي مش جوله مغريه لان انت تعمل عليها تغييرات كتيره،
فلو انت فرقتك واقفه على رجلها انا شايف ان انت ما تغيرش خالص وتصبر الجوله 33. ليه؟ عشان تخش جوله دبل معاك تغييرين تعمل ماينس 4 ماينس 8 حتى 4 لعيبه تقدر تظبط شكل فريقك لجوله الدبل دي، خصوصا لو انت مش هتلعب الفري هيت. اللعيبه اللي انت ممكن تبص عليها المدى القصير للجوله الجولتين ثلاثه اللي جايين بالنسبه لي على راسهم ماتيتا كريستال بالاس، ده بيمر فتره كويسه جدا مش بس عشان الجول اللي سجله في ارسنال، هو فتره عموما كويسه. وزي ما كلمتك كده الاسبوع اللي فات ان كريستال بالاس واستون فيلا ما عندهمش صعود لدور الابطال ولا هبوط للدرجه الثانيه، ولكنهم مدربين في اول سنه ليهم فعايزين دايما يقدموا كره كويسه، شفنا فييرا بيعمل كده قصاد ارسنال. فبالنسبه لي ماتيتا هو لاعب سعره كويس وهيبقى عنده دبل، مش لاقيين اصلا مهاجمين نلاقيهم نرميهم من الشارع نلعبهم في الفرق، فماتيتا بالنسبه لي الاوبشن الاولاني. وكمان ماتشاتهم اللي جايه في اللي فاضل من الدوري مقبوله، اغلب الماتشات مقبوله. نفس الاختيار هينطبق على واحد من قلبين الدفاع يوكيم اندرسون ومارك جويهي، الاثنين بيزيدوا بيطلعوا في الكره الثابته كويس جدا، اوقات كمان الكره الطوليه اللي بيلعبوها وارد نشوف منها اسيست زي ما حصل مع اندرسون قصاد ارسنال. فدول خيارات كريستال بالاس. عندنا كمان حد زي نيك بوب من بيرني اللي كنت بكلمك عليه قبل كده، هو حارس عنده دوبلين، سعره غالي سنه عن الحراس اللي احنا بنحاول ندور فيهم اللي هم ب 4.5 و5، ولكنه بيعمل سيفز كتيره، ماتشاته كويسه حتى ماتشات السنجل جيمينج بتاعته كويسه، فتقدر تخليه في دماغك. عندنا كمان ثنائي نيوكاسل فريزر وسام ماكسيمان، ولكن سام ماكسيمان لو انت هتجيبه للدبل جيمينج الجوله اللي جايه. ليه؟ لان سام ماكسيمان بيتصفى اي وقت، كمان ترقيصه والحركات اللي بيعملها بياخد اوضاع غلط بجسمه فوارد جدا في وقت يخرج مصاب، فحاول تاخره لحد الجوله 33. فريزر مع الكور الثابته اقل سيكا الفتره دي، بس هو مازال واحد من اللعيبه اللي انت ممكن تبص عليها. في رايي كمان في نيوكاسل فابيان شار لاعب مهم جدا، زياده عن ان هو مدافع وبيزيد كتير وبيلعب كور طويله كتير، فكمان بدا ياخد جزء من الفاولات. واخيرا واللعيبه اللي هي يعني حبه فوق وحبه تحت، لعيبه مانشستر يونايتد كلهم، رونالدو، برونو فرنانديز، وجيدون سانشو، ثلاثه عندهم ايفرتون، بس خلي بالك وانت هتجيب لاعب من مانشستر فهو هيلعب يوم السبت الظهر فانت تبقى صايم، فلو انت مش هتستحمل ما تجيبش عشان مستواك هتخسر. وبعد كده عندنا نورويتش في ملعب مانشستر يونايتد وليفربول اوي، فنورويتش ده ماتش مغري جدا تقدر تريسك عليه. ليفربول مفيش حاجه مضمونه، ليفربول قصاد يونايتد والدوري وازاي يمنع ليفربول من الدوري، بس فريق مانشستر ما تعتمدش عليها بجنيه. فبالنسبه لي هو لعيبه بنت لجوله او لجولتين مش اكتر من كده خالص. تعالى بقى نروح لاختيارات الدريم تيم واللي ان شاء الله ان شاء الله يعوض اللي حصل في الاسبوع اللي فات. انا اخترت في حراسه المرمى بوب قصاد نورويتش، يقدر يطلع بكلين شيت، نورويتش عموما هجوميه مش بنفس القوه، بداوا كمان يفقدوا الامل ان هم يكونوا موجودين في البريمير ليج واقترب هبوطهم بشكل رسمي، فبوب بالنسبه لي هو الخيار الاول. في خط الدفاع والحاجات دي استنى عليها لاخر دقيقه عشان الوارد يحصل اي حاجه في ماتشات دوري الابطال او حتى المدرب يقرر من دماغه يفتكس فرايح. الخيار الاول بالنسبه لي هو انطونيو روديجير، واحد من اكثر اللعيبه ضمانا في تشيلسي، ولو مش روديجير يبقى تشالوبا لان هو غالبا مش هيلعب قصاد ريال مدريد، فوارد جدا يكون له فرصه احسن في الدوري. اللاعب الثاني هو بن وايت من ارسنال قصاد برايتون، فملعبه برايتون مبقاش بنفس القوه وخلاص بقى واحد من البيتش تيمز اللي هو لا هو هيصعد ولا هيهبط ولا عايز حاجه من الدوري، فوارد جدا نشوف ارسنال يخرج بكلين شيت. الاختيار الثالث هو فابيان شار قصاد ولفرهامبتون، وفرهامبتون كسب في اخر ماتش، كسب 2-1 استون فيلا، ولكن الاجوان كان فيها اخطاء كتيره، الفريق هجوميا ما بقاش بنفس القوه، فبالنسبه لي هرشح فابيان شار يكون واحد من خيارات الجوله اللي جايه. في نص الملعب البدايه هتكون ببوكايو ساكا من ارسنال قصاد برايتون في ملعبه، ما بعد الهزيمه من كريستال بالاس ما بقاش في فرصه لارسنال ان هو خلاص بقى ما فيش رفاهيه السقوط تاني، فلازم الفريق يفضل مكمل بنفس القوه دي. والاختيار الثاني هيكون او الثاني والثالث على طول هيكون صلاح وكيفن دي بروين، الثنائي الاهم في ليفربول ومانشستر سيتي ما قبل المواجهه المنتظره بينهم على لقب الدوري الانجليزي. هيجي معاهم كمان جارو بوين اللي رجع بقوه مع ويست هام وهنستنى دايما عليه لحد ما نشوف هيعمل ايه في الدوري الاوروبي قصاد ليون، هيكون بيلعب برينتفورد فريق دفاعيا قليل حتى اللي هو هجوميا بيزيد، ولكن عنده فرص كتير ان هو يقدر يسجل فيهم. الفريق عنده مشكله من ناحيه الاطراف بالذات الطرف اليمين اللي بيلعب فيه جارو بوين، فبالنسبه لي واحد من الخيارات اللي ممكن تكون كويسه الجوله اللي جايه. اللاعب الخامس والاخير في نص الملعب هو جيمس ماديسون من ليستر سيتي، هيلعب في ملعبه قدام كريستال بالاس. ماديسون اوقات كتيره بنشوفه مش اساسي او بيلعب وقت قليل في دوري المؤتمر، وبالتالي بيكون له فرصه اكبر في الدوري، تابع اللي هيحصل في دوري المؤتمر وعلى اساسه خد قرارك. وفي خط الهجوم الثنائي بتاع الاسبوع اللي فات هاري كين اللي ما كانش محظوظ خالص قصاد نيوكاسل وكان يقدر يطلع اكتر من كده، استمر عليه وهو بيلعب استون فيلا وبيسجل في استون فيلا كتير. والتاني هو رونالدو اللي غاب الاسبوع اللي فات بسبب المرض وراجع للتمرين، بيلعب ايفرتون اللي عنده مشاكل كتيره، فبالنسبه لي كريستيانو رونالدو هو الاوبشن الثاني في خط الهجوم.
واخيرا اختيارات الكابتنه. اختيارات الكابتنه هم ثلاث اختيارات، الاول والثاني بتقدر تبدل بينهم زي ما انت عايز. انا بالنسبه لي الخيار الاول في الكابتنه هو ساكا من ارسنال قصاد برايتون في ملعبه. الاختيار الثاني هو هاري كين او سون قصاد استون فيلا، تقدر تبدل بينهم زي ما انت عايز. والاختيار الثالث هو محمد صلاح قصاد مانشستر سيتي. طبعا لو انت حد من الناس اللي جايبه دي بروينا ممكن جدا يتكابتن. في مقوله دايما انا مؤمن بيها جدا وبمشي بيها، ان اللعيبه الكبيره بتظهر دايما في الماتش الكبير. فوارد جدا ان صلاح ناس كتير تبعد عنه، اروح لماتش اسهل وتلاقي صلاح بيجيب جون او يجيب جونين، فيبقى انت استفدت بحاجه بعيد شويه عن الناس. الخيارات المختلفه او اللي بره الصندوق، برونو فرنانديز او رونالدو قصاد ايفرتون ده خيار ممكن يكون كويس. والخيار الثاني هو جارد بوين من ويست هام قصاد برينفورد. وبس كده يا شباب، ده كده كان كل اللي عندنا في الحلقه الاسبوع ال 32. مش تعمل لايك على فيسبوك، تعمل سبسكرايب على يوتيوب، وريتويت على تويتر لو انت لسه اول مره تشوف الحلقه، وخليك دايما معانا في حلقات الفانسي الاسبوعيه وحطها في الجول يا ضياء. سلام.